احنا قلنا للاخوان المصلين مسألة تاع صبر، صبر والتزام. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يدخل بالماء وهو يتقاطع يدخل به الجامع، هذا ما ظن لنقل الوباء. احنا مش قضية الوزارة مش حابة أو ضد الوضوء. من يقول هذا الكلام؟ أنا نستغرب ممن يحمل يعني الإدارة أنها لا تريد أن تنفس على المصلين. بالعكس، احنا من السنة أن نتوضأ في البيت كما قالوا إخواننا في لقاء الفتوى، ولكن التقات لجنة الفتوى مع اللجنة العلمية ودرسوا هذا الموضوع وموضوعات أخرى تتعلق بشأن الوبائي وبعلاقته بالمساجد والمرافق الدينية عندنا، مدارس القرآنية والزوايا، ولكن ما زال هناك تخوف. نصبر أسبوع أسبوعين، نصبر حتى نعرف ما هي طبيعة الأيام القادمة في موضوع الوباء، وحينها سيكون ما يريح المواطن.